اهلا بكم في الجزء الاخير من حلقه الذي وكالعاده كل يوم سبت بالعبري واللقاء مع الاستاذ ابو بكر خلاف الصحفي المتخصص في الشان الصهيوني. اهلا استاذ ابو بكر. النهارده شكلك مبسوط قوي. ده جدا الحقيقه. والله كرم الضيافه وحقيقه وسندوتشات. اقل حاجه ابو بكر نعملها لك والله العظيم. كرم الضيافه يعني ايه بالعبري؟ يعني نديفوت يعني الكرم. نديفوت اسكت. مش احنا زعنا تقرير بالعبري من يومين ثلاثة الاسبوع اللي فات. بس اتسمعنا عبري بقى عبري بقى. مش العبري بتاعك انت. ما انا بقول عشان المشاهدين لسه في البداية يعني احنا بعد كده. يعني انت رفقا بينا. رفقا بيكم. مش هقدر بقى ان انا اخنفه وبتاع. وانت امتى ان شاء الله هتتكلم معانا كويس لما نبقى ايه؟ يعني شوية كده. شوية كده. بعد ما القطار يوصل القاهرة هتلاقي الدنيا. والله. هو في الخليج لسه. هو لسه في الخليج. طبعا على كل حال هتبدا معانا بالشأن المصري. احنا في عند الصهاينه بيقولوا عينا ايه؟ تمام. احنا عندنا النهارده الفيديو الاشهر بتاع ايدي كوهين وهو من اشهر معلقين على الشان الشرق الاوسط كان بيتكلم فيه بيصف السيسي بانه اكثر صهيونيه منه. وطبعا ايدي كوهين اكثر من مره عمل استطلاع على حسابه تويتر وبيدخله الاف الناس وفي كل مره السيسي بيكسب الرهان لما بيقول انا اكثر من انا اكثر على السيسي صهيونيه. يعني بيعمل انا فهمتكش يعني بيعمل استطلاع راي بينه وبين السيسي مين اللي اكثر صهيونيه. صهيونيه الجماهير. فهو بيقول له الجماهير العبري بيقول ان انت السيسي اكثر منك صهيونيه. يعني الصهاينه جوه اسرائيل شايفين إيه؟ العرب كمان بيخشوا عنده حسابين هم شايفين ان هو بيوصف ان هو اخوانه بيدخل على قناه الجزيره وبينتقد السيسي كتير وبيروا ان هو ولاؤه لاسرائيل اقل جدا من ولاء السيسي. فهو في لقاء فرنسا 24 بيأكد على النقطة دي بيقول السيسي بيخاف على إسرائيل أكتر مني أنا صهيوني لكن هو أكتر مني صهيوني. وده طبعا انتشر جدا الفيديو ده فحبينا نجيبه معنا. طيب نسمع كده مع بعض فيديو إيدي كوهين الصهيوني وبيعترف أن السيسي أكتر صهيوني منه. تريد أن تقتلك ما في أمل والمصريين صدقني يخنقون حماس أكتر من احنا عم نخنقون. مصريين عم بيخنقوا غزة ومصر تكره حماس أكثر من إسرائيل تكره حماس. الإخوانجية هدول هذه هي العداوة المشتركة. حماس هي إخوان حمان إخوان مسلمين. وعبد الفتاح السيسي لما قال هيدا عن أكتوبر هو لم يهدد إسرائيل. السيسي صهيوني أكثر مني كيف حيهدد إسرائيل؟ يا راجل اتق الله. عيب عيب عيب, عيب 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 انك تتهم رئيس دولة أكبر دولة في المنطقة بهذا الكلام. وبعدين ده راجل تاريخه مشرف يعني عيب انك تحاول تلوثه. علاقاتنا ممتازة مع مصر. ماشي ما احنا مش علاقات ممتازة بين مصر واسرائيل. ما انت لازم لازم ممتازة. لازم يا ايدي يا ايدي شوف المفردات الاعلامية. ايدي خرب الدنيا يعني ده ايدي الحقيقة ولعها. ايدي اعترف بانه او بيقر بانه السيسي صهيوني اكتر منه. بالفعل هو بيخاف على السيسي بيخاف على مصالح اسرائيل وتعهد اكتر من مره بامن اسرائيل وقال امن المواطن الاسرائيلي اكثر من امن المواطن الاسرائيلي. لكن ما كانش بيقول ده ايدي على اعتبار انه ده فرقعه اعلاميه كان بيقولها بالاستفتاءات استطلاعات الراي اللي انت بتقول عليها. وكمان حتى الاوراق الاستراتيجيه اللي طلعت في اسرائيل في الفتره اللي فاتت قالت ان الخطر الان لا يمثل اسرائيل دولا وانما الجماعات الإسلامية أو الجماعات المسلحة. إيدي ده إيدي ده تبع حزب ديني؟ لا مش تبع حزب ديني هو سياسي وخبير في مركز الأورشليمي للدراسات الاستراتيجية. لا يعني قصدي أقول لما إيدي هنقدر نقول علماني يعني؟ علماني علماني قال كده وحكامات قالوا إن السيسي هدية السماء ولا مش عارف إيه لإسرائيل. كنز استراتيجي وهدية السماء برضه. طيب إذا برضه يعني الدينيين والعلمانيين شايفين السيسي حاجة متفقين عليه بشكل كبير. حتى كان في بعض الفيديوهات داخل البيوت الإسرائيلية كان التلفزيون الإسرائيلي بيعمل لقاءات على شخصية العربية الأكثر يعني قربا من إسرائيل وكلهم كانوا بيقولوا السيسي بالصوت العالي. طيب الخبر اللي بعد كده خط الغاز العريش عسقلاني يحمي المستوطنات من المقاومه ده الخبر اللي قدامنا. دي صحيفه ايه؟ دي كالكاليست ده صحيفه اقتصاديه بتقول هالغاز للعريش يجين على اسقلون بيتكلموا على ان في وقت الضرب بتاع غزه مثل الخط الغاز الممتد ما بين مدينه العريش الى عسقلان اللي هو يمتد بالغاز من مصر لإسرائيل خط لم يستطع أن يصل إليه الفلسطينيون وكانوا بيتجنبوا هذه المنطقة في القصف. وعسقلان طبعا تقع في مستوطنات. مين كان بيتجنب المنطقة في القصف؟ المقاومة حماس كانوا بيتجنبوا ضرب الخط. يعني دي مدينة عسقلان هي مدينة إسرائيلية في غلاف غزة مدينة محتلة في غلاف غزة
وبالتالي لما كانت الصواريخ بتصل إليها كانت بتتجنب هذه المواقع لأن هي فيها خط الإمداد الغاز المصري لسوريا. يعني فهو بيقول هنا أن القبة الحديدية التي تدافع عن إسرائيل قد تكون في المستقبل من المشروعات العربية الإسرائيلية المشتركة. فهو بيضرب المثل هنا في كلكليست أن احنا يجب أن نزيد بعد فشل القبة الحديدية في وقف صواريخ المقاومة اللي وصلت 470 صاروخ، يجب أن نبحث عن مشروعات عشان نحط المشروعات دي وبالتالي تتجنب المقاومة الإضرار بها وبالتالي تحمي إسرائيل نفسها بالمشروعات العربية. تمام. اللي بعد كده المؤتمر البيئي بشرم الشيخ، وسفير الصهاينة بيحضر المؤتمر ويغرس شجرة السلام. ده طبعا وفد إسرائيلي بيضم ديفيد جوفرين، ده هو لسه طبعا ممشيش، هيمشي في شهر 12. ده من آخر مؤتمرات اللي كان في مؤتمر مع نائب وزير البيئة اسمه ألون زاسك في مؤتمر التنوع البيولوجي في شرم الشيخ. هو طبعا حضر المؤتمر بوفد رسمي وغرس شجرة السلام في مدينة شرم الشيخ، طبعا نوع من التطبيع الزائد. لكن الوفد اللي جاي معاه مش من السفارة، وفد من الكيان الصهيوني. من الكيان الصهيوني، نائب وزير البيئة. فده برضو نوع من ما كانش بيحصل قبل كده، موضوع حضور الوزراء واليافطة بتاعت إسرائيل تكون موجودة في مؤتمرات، وده موجة من موجات التطبيع. وإيه أهمية المؤتمر ده عشان تحضروا الكيان الصهيوني يعني، واللي هو في النص كده؟ هو مؤتمر بيئي بس هو بيأتي في مرحلة يعني قطار التطبيع. فأني ما كانش معهود عندنا في مصر أن يظهر مندوب إسرائيلي وصاد السيسي. المؤتمر ده حضره السيسي أمام لافتة إسرائيل ويتحدث، وكان ليه كلمة قال فيها أنا سعيد بأن أكون في شرم الشيخ بالقرب من بلدي إسرائيل على بعض يعني كيلومترات. فهو برضو عايز يقول أنا موجود والكيان موجود وإحنا جنبيكو يا لطول. طيب التقرير الجاي حوالين القرضاوي ودور علماء المسلمين سياسيا بالمنطقة، عايزين يقولوا ايه في التقرير اللي جاي؟ هو ده؟ هو ده طبعا لفت نظري. ايه كان قديم؟ بقول شيخ التيرور بوريش بيتكلم عن ان الشيخ او مفتي الارهاب يعني يستقي او يخرج من المعاش. يقصد به طبعا فضيلة القرضاوي، وهو بيمثلهم ازمة كبيرة جدا في الكيان، لان هو كان يؤازر ثورات الربيع العربي وبيمثل مع اتحاد علماء المسلمين. كان دي فكرة للسادة المشاهدين، للدكتور القرضاوي كان رئيس أو هو مؤسس كمان يعني اتحاد علماء المسلمين، ثم في الأسبوع اللي فات أو اللي قبله استقال الدكتور يوسف القرضاوي لأنه قال أنا سني كبر وده آخر لقاء أتكلم فيه. وتم انتخاب أو ترشيح يعني العلماء المسلمين حوالي 1000 عالم من على مستوى 1500 الأرض، 1500 تقريبا كانوا في 1500 عالم. انتخبوا الدكتور الريسوني رئيسا لاتحاد علماء المسلمين، تقليد رائع جدا يعني. فهو اسرائيل هنا بتكلم على الدكتور القرضاوي بتقول عليه ايه؟ هو بيقولوا ان هو الشيخ القرضاوي. مين الكاتب ده؟ ده كاتب دوت اسمه بعالتور، ده بيكتب في نيوز وان عن شؤون الشرق الاوسط. بس انا لفت نظري في التقرير ان هو مطول جدا وبيتكلم عن دور اتحاد علماء المسلمين في مؤازره الثورات العربيه، وان هو موضوع على قائمة الإرهاب لدى السيسي ولدى دول الخليج. وبيلعب دور سياسي كبير. وقال حتى الريسوني لا يختلف عن القرضاوي لأنه هو أيضا يرى عدم التطبيع مع إسرائيل، وترى إسرائيل من خلال التقرير دوت رؤيتها أن هذا الاتحاد يقف يعني عقبة. حجر وعقبة في دخول إسرائيل واندماجها في الوطن العربي ومحاربة التطبيع وأيضا محاربة الصهيونية. فكأنا لفت نظري. لا لحظة، أنا بس عايز أهدي الجملتين اللي قالهم الأستاذ أبو بكر خلاف عن اتحاد علماء المسلمين كما وصفه الصهاينة، إنه اتحاد علماء المسلمين بيقف عقبة أمام التطبيع، وإن الإسرائيليين بيكرهوا اتحاد علماء المسلمين اللي هو بيرأسه الدكتور الريسوني واللي بيضم 1500 عالم. دي شهادة من وجهة نظري لابد أن يعتد بها. طلع يا علي التقرير ده. لابد أن يعتد بها اتحاد علماء المسلمين، دي شهادة نجاح لهذا الاتحاد اللي بيضم يعني افضل او من افضل علماء المسلمين على وجه الارض. والحقيقه الشهاده دي ليهم من الصهاينه. هو بيقول، قول بقى البتاع الصوره موجوده اهي، انت قول هم بيقولوا ايه. هو بيقول الشيخ القرضاوي همنهيج روحاني شلا تنعتا احيما مسلمين، بيقولوا انه الزعيم الروحي لجماعه الاخوان المسلمين يستقيل من منصبه الديني ومن رئاسته للعالميه لهذا الكيان، وبيقول ان جاء مقامه اتمكمو يتبوس الشيخ احمد الريسوني
شايلينه فيلم منه. يعني هذا جاء مكانه أحمد الريسوني الذي لا يختلف عنه في نفس أفكاره، حتى أن الريسوني الذي كان يعارض تولي جماعة الإخوان المسلمين الحكم في مصر إلا أنه أيضا يتفق معه في عدم التطبيع مع إسرائيل والوقوف أمام الصهيونية. فهما شايفين الاثنين نفس الموضوع. نفس الموضوع. طيب ننقل على الوطن العربي، ده الشأن المصري في الداخل. في الوطن العربي ما بقوش ترامب إلى الشرق الأوسط يدعو العرب إلى التطبيع العلني مع الصهاينة، ايه بقى دي؟ ده جرين بلات اللي هو المبعوث ترامب الى الشرق الاوسط، وده عامل هو كان عامل كاتب مقال يوم 15/11 في اسرائيل اليوم بيقول حان الوقت لعصوت شالوم ولهسيك شكشوك بمزرعه تيخون، حان الوقت لصناعه السلام ولصناعه ولاقامه التنميه في الشرق الاوسط. وبينادي في الدول العربيه أن تجاهر بعلاقتها مع إسرائيل لتصبح علنية، لا يجب أن نقف من السرية وننتقل إلى العلنية. وبيقول الفترة اللي فاتت حصل نجاحات كبيرة جدا، هو بيستشهد بالدورات الرياضية اللي حصلت وزيارة نتنياهو لسلطنة عمان، وبيقول إحنا كإدارة أمريكية بندعو الحكام الخليج والحكام العرب إلى الجهر بهذه العلاقة، يكفي هذا الوقت من السرية، يجب أن يكون هذا في العلن. طيب وبمثابة أمر طبعا من الإدارة الأمريكية، لأن هذا يمثل مبعوث ترامب في الشرق الأوسط وهو يهودي أرثوذكسي. هو وكوشنير يمثله طبعا قطبي التحرك، هو اليمين مضطر في المسيحية مع فريدمان اللي هو السفير. وهنا القفز البند الأخير من المبادرة العربية تطبيع بلا مقابل. ده كان برضو أحد التقارير المطولة اللي قالت أن إسرائيل لا إعراب اللعبة مدلجين الشلف حرام بيزمتها عربيت، يعني نحن قفزنا إلى الفقرة الأخيرة في المبادرة العربية. كان هناك مبادرة عربية طرحتها السعودية 2003، هذه المبادرة تتحدث عن أن تسلم إسرائيل أرض 67 ثم يأتي التطبيع والعلاقات الاقتصادية. فيقول أننا قفزنا إلى النهاية ولم نأتي إلى البنود الأولى، لم نرتبط بأن نسلم أرض، يعني تطبيع بلا مقابل، وهو تطبيع بلا مقابل. وهو قال أن احنا يعني وصلنا إلى هذه المرحلة برافو عليهم، يعني برافو، يعني عايز يقول برافو علينا. هو كان قفزنا على المبادره العربيه بتاعت السعوديه بتاعت الارض مقابل السلام دي، وقفزنا وصلنا للنهايه ان احنا خدنا كل حاجه بس ما سلمناش الارض. نعم. طيب بمناسبه السعوديه انت جاي، هو قال هنا برضو ان يعني هو كان بيتكلم فيه ان خيبه امل كبيره في السلطه الفلسطينيه، لانها يعني تجد نفسها وحيده وغريبه أمام السعي الأمريكي والإسرائيلي والعربي لإتمام صفقة القرن، وأن إسرائيل قفزت إلى المرحلة الأخيرة من مبادرة السلام ولا ترتبط بالتنازل عن الأرض. طيب والخبر الثاني له علاقة بالأولاني، السعودية استعانت برجال أعمال حدوم إسرائيلي لتنفيذ اغتيالات خصومها. ده تقرير بيقولوا فيه أن بن سلمان لا إعراب العبري لو دوح، يعني تقرير سعودي بحنا دوح اللي هو التقرير دوح ايه ديفوح ديفوح يعني تقرير ديفوح بالاشكنازي ديفوخ، بس انا بقول لك بقى بالاشكنازي يعني ديفوخ ديفوخ ديفوخيم يعني بال ايه بالعربي يعني زول بالسفرد يعني ديفوح يعني ما انا عارف يعني ده بيقول في وده بيقول خي يعني الاشكنازي يقولوها خي يعني ما بقولش ح يقولها خ الاشكنازي يقول كده ديفوخ يعني لكن السفرديم يقولها ح بس عشان الح عندنا فبقولها يعني تمام اوكي. السعوديه بحنا بهتنكشوت بايرانيم بمساعوت انشيا سكيم بهم اسرائيلي، ان السعوديه استعانت للاغتيالات بالايرانيين بواسطه انشيا سكيم اللي هم رجال اعمال لهم شركات امنيه ولهم يعني مافيا بهم اسرائيلي، ومنهم احد هؤلاء اللي استعانت بهم السعوديه هو رجل اعمال اسرائيلي. يعني عايز انا بس اللي فهمته دي صوره وزير الدفاع الايراني وده صوره محمد بن سلمان. اللي فهمته انك انت عايز الخبر او الموضوع ده بيقول ان السعوديه استعانت برجال اعمال لتصفيه خصومها الايرانيين. الايرانيين منهم واحد اسرائيلي. اسرائيلي وجايبين اسمه. رجال اعمال هنا يقصد شركات امنيه. شركات امنيه بيديرها رجال اعمال ومنهم رجل اعمال اسرائيلي، يعني لديهم زي عصابات المافيا. ما سمعناش ان هتنفذت اي عمليه ضغط. هو كان بيقول استهدف مين، كان من ضمن المستهدفين سليماني اللي هو الايراني ده. قال ان هو كان من ضمن الخطه في الاغتيالات، هم قالوا هذه الخطه قائمه، يعني كان في اتفاق بين محمد بن سلمان
لإنشاء شركة، يعني من تفاصيل خبر الشركة تتكلف 2 مليار دولار، رصد 2 مليار دولار لتنفيذ مخطط اغتيالات لخصوم السعودية في إيران، مش في إيران، في على مستوى العالم، على مستوى العالم 2 مليار دولار 2 مليار دولار 2 مليار 2 مليار دولار السعودية خصصت 2 مليار دولار لاغتيال هي كتيبة اغتيالات أو مشروع الاغتيالات للخصوم الذين يقفون عثرة أمام طموحات السعودية أو معارضين لها. يعني أي حد يعارض محمد بن سلمان هيتحط في القائمة دي؟ في اللي زي القائمة السوداء اللي هم بيعدوا القائمة السوداء. تفتكر أنت فيها في القائمة دي؟ نعم. تفتكر أنت في القائمة دي؟ ممكن أكيد، عشان كذا مرة اتكلمت عن عن الثروة العائلة. طيب حتى لو المغتال. أنا لسه على فكرة كان من امبارح كنت في الإصدار بتاع داعش بيقولوا عليا إن أنا مكفرني. والله. لسه صدر امبارح. اللي هم لأن أنا كنت ظاهر في فيلم وثائقية الجزيرة. بتكلم فيه ان انت الدائره رقم 3 مثلا، فهم بيقولوا ان انا كلمت الناس اللي انفصلوا عن الجيش، انفصلوا لان هم ليهم موقف من الجيش، وبقول لا لان هم الجيش ده كافر. اختصار يعني عشان ما نخش في موضوع داعش، انت يعني انت محطوط على قائمه اغتيالات، محطوط على قائمه اغتيالات من الدواعش، وبرضه من بتاكلش بقى فراخ والحاجات دي؟ لا صعب. ولا بيض ولا اي حاجه. طيب على كل حال خلينا ناخد الفيديو جراف ده، بس انا عايز اقول لك حاجه. الفيديو جراف اللي احنا جاي ان انت جايبه ده احنا عرضناه الاسبوع اللي فات. في صدمة دلوقتي، والمشاهد المداوم لبرنامج مصر النهاردة شاف الفيديو ده بتاع السكة الحديد. بتاع السكة الحديد انا اول واحد عرضته بحضرتك السبت اللي فات. لا احنا وبعد الحلقة جبته الاثنين مترجم. ايوه. وجبت منه دقيقة، انا جبت ترجمته ترجمة خاصة للبرنامج. ايوه. لثلاث دقايق او دقيقتين ونص كاملين بكافة المعلومات. يعني ده ثلاث دقايق؟ ده ترجمة كاملة. بس انا عرضنا منه دقيقة يعني. يعني بس انا حرقناه عليك بصراحة. بس انا اول واحد اللي جبته معاكم. بس انا حرقناه عليك جبناه قبلك يعني دلوقتي اللي انت هتجيبه دلوقتي ده. تمام. يعني انت دلوقتي هتقدم حاجة احنا قدمناها قبل كده، بس انا جبتها تفصيليا. اوكي. طب نعرض الفيديو ده تفصيليا عن سكة حديد الصهاينة. شوفوا كده. مسيلوت لشلوم ازوري، هيوزما لجشر يبشتي وهاب تخبورتي ازوري. מסילות לשלום אזורי הינה יוזמה פורצת דרך לחיבור הקוותי של הים התיכון למפרץ הפרסי. בבסיס היוזמה שני רעיונות מרכזיים, ישראל כגשר יבשתי וירדן כהאב תחבורתי אזורי. רשת מסילות אזורית תשנה המטענים ובעתיד גם נוסעים בין ארצות הברית ואירופה והים התיכון במערב לבין ערב הסעודית ומדינות המפרץ במזרח. היוזמה תיצור נתיבי סחר אזוריים קצרים, מהירים, זולים ובטוחים יותר. תתרום לכלכלות ירדן, הרשות הפלסטינית, סעודיה, מדינות המפרץ ובעתיד לעיראק. היוזמה גם תגביר את הפעילות בנמלי ישראל ותמריץ את כלכלתה. התשתיות שכבר קיימות בישראל, סעודיה והמפרץ יאפשרו ליישם את היוזמה בלוחות זמנים קצרים יחסית. רכבת העמק בין חיפה לבית שאן, המבוססת על התוואי ההיסטורי של הרכבת החיג'אזית, נפתחה מחדש ב-2016. הקו יוארך עד לגבול עם ירדן, למעבר נהר הירדן שייח חוסיין, וכן לכיוון מעבר ג'למה ואזור ג'נין, שם יוכלו הפלסטינים להתחבר לקו מערבה, וכן מזרחה לירדן, לסעודיה ולמפרץ, באופן שיעודד צמיחה כלכלית ותעסוקה ברשות הפלסטינית. בירדן יוקם נמל מטענים יבשתי גדול ומודרני שישמש לטיפול במטענים ולשינועם לכל האזור תוך יצירת ערך מוסף ותרומה רבה לכלכלת הממלכה. רשת המסילות הסעודית כבר כוללת קו צפון דרום המחבר את הגבול הירדני-סעודי למפרץ הפרסי. הגידול המשמעותי הצפוי בהיקפי הסחר האזורי יהפוך את היוזמה לרווחית בתוך כעשור. הגורמים המרכזיים לגידול הצפוי בסחר האזורי כוללים את התחזית להאצת הצמיחה, פיתוח ענפי ייצוא חדשים בערב הסעודית ובמדינות המפרץ ושיקום כלכלת עיראק. פוטנציאל הסחר בגשר היבשתי צפוי להגיע לכ-250 מיליארד דולר עד שנת 2030, פי ארבעה מהיקף הסחר העובר דרך נמלי ישראל כיום. תנועת הסחורות בנתיב היבשתי רכבתי גם תעקוף את הסיכונים הביטחוניים הנשקפים מצד איראן במצרי הורמוז ובבאב אל מנדב. בהיבט האסטרטגי, היוזמה עשויה לחזק את מחנה המדינות הפרגמטיות באזור. שיתוף פעולה של המגזר הציבורי והפרטי חיוני למימוש היוזמה, אשר תשנה את פני האזור, תחזק את הכלכלות בו ותתרום ליציבות ולקידום השלום.
מסילות לשלום אזורי. זה נחוץ, זה כדאי, וזה אפשרי. طب انت ما قلتش ليه على الهوا ان انا فيه؟ ما مش عايز اجيب حضرتك مشاكل. ليه؟ عشان مش عارف شو كده. لما انت عارف وساكت يعني؟ حضرتك هتقتل يعني؟ ثلاثة اعدام لما لما انا هتقتل هتقول لي؟ ما انا مش عايز يعني برضه اصدمك يعني. تصدمني ليه؟ ما تقول لي في وشي على يعني قول لي لما يجي الهوا قول لي قول لي انك انت في الاصدار. انت ما عاملها لي مفاجأة يعني؟ والله العظيم. الاعدام لينا كلنا. اهلا بيكم على كل حال. ابو بكر كان بيبشرني دلوقتي ان ولاية سين اللي حطاه هو في الاصدار ده الاعدام حطاني انا لا وهو مخبي عليا يعني هو ده الاصدار وجايبين صورتي طب اتفضل قول كده الله تعالى يقول يريدون شكرا ابو بكر الخبر لطيف يعني الحقيقه ابو بكر كان سايبه كده مفاجاه لحضراتكم يعني يعني لما يحصل لك انا ما رضيتش اقول وكنت عارف طيب على كل حال بصرف نظر عن تهديد ولايه سينا كنت عندك خبر تاني ثلاث متغيرات تدفع ترامب للاعلان قريبا عن صفقه القرن في يناير والواحد قال ايه منين يا ابو بكر نعم يعني قال ايه من ابن سلمان والله ولا اللي بعمل الشركه ب 2 مليار دولار عشان يقتل خصومه ولا تلاقيها من ولايه سينا والحاجات دي وسيسي برضه ما حرفش وسيسي هددنا بالقتل يعني طب تفتكر ايه بقى؟ ايه بقى؟ خلاص كده احنا تقريبا كله كده خلاص ايه نروح ندفن نفسنا يعني حاطين لا بس يبقى جميل امال ايه خلاص دي حاجه حلوه يعني ان احنا زي خشيشجي كده نتقطع ومناشير وبتاع جو والله انت شايف ده حلو ان هي رهيبه ان هي سعيده جدا يعني ممكن تموت بحاجات تانية يعني واحد زي كده العالم كله بيصلي عليه ده كفايه الثواب يا اخي والله حاجه رائعه وانت حامل مناشير يا ابو والله انا من اول يعني ما يعني انت من اول ما يخش عليك هتروح فيه يعني يعني اول ما تشوف ال 15 واحد واقفين هتيجي رايح صح؟ على كل حال خلينا في الخبر خبر ثلاث متغيرات تدفع ترامب للإعلان قريبا ايه بقى الخبر بيقول ايه؟ بيقول شلوشا شينويين مفشريمت هتسجات اسكاتها مئة كفار اخشاب يعني الثلاث متغيرات الان جاهزه لتصبح صفقه القرن يعني حتميه يتم تحقيقها هو بيقول التغيير المتغير اللي هو كان ينتظر الانتخابات الكونجرس وانتهت وهناك ايضا الانتخابات في اسرائيل والوضع في اسرائيل وفي فيما يخص الموضوع الفلسطيني والتهدئه والذي تدخلت فيه مصر يعني ان اجواء اصبحت مهيئه لكي يعلن ترامب مشروعه لصفقه القرن قال فيه كمان ان اذا كانت ملامحها غير واضحه يمكن ان نرتكز على المبادئ القديمه لكن نركز ان يعني مش هيمس موضوع العاصمه الواحده بتاعه اسرائيل يتغاضى عنها قليلا لكن ممكن ويتغاضى عن موضوع فكرة الدولتين من أجل أن يطرح هيتغاضى عن فكرة الدولتين وما يعمل إيه يعني صفقة القرن يعني ولا نقول دولة ولا دولتين هنقول إن إحنا رايحين على صفقة جديدة بس من أهم مبادئها عدم الحديث عن اللاجئين 5 مليون فلسطين دول خلاص شكرا وأهم حاجة إن يكون في تطبيع والجانب هيركز على الجانب الاقتصادي إن الخليج يدفع فلوس للفلسطينيين ويحل مشاكلهم الاقتصادية زي ما حصل مع قطر كدفعة الرواتب نحاول نخلي الموضوع بدل ما هو سياسي نحاول نخليه اقتصادي طيب وده الخبر ده ايه سريعا بقى ودوت بيقول هيمت احدوه تفاوت عربي قيمو لتحيا هل يتوحد تتوحد الجيوش العربيه وتقوم من جديد بيقول ان رئيس الولايات المتحده ترامب بيبحث عن ناتو عربي هذه الجيوش التي لم تجتمع سوى مره في سنه 48 من اجل محاربه اسرائيل الان تجتمع تحت رايه ترامب ليه تحارب عدوا واحدا وهو ايران يعني الجيوش العربيه كلها هتحارب ايران دلوقتي فيما يسمى ناتو عربي سني في مواجهه ايران وهيدخلوا فيه اسرائيل طبعا اسرائيل موجوده يعني. طيب على كل حال خبر الاخير في المجال ده عشان نروح لليبرمان ده الاهم عندي بصراحه تمام خبر ابن سلمان يلجا للوليد بن طلال لتجميل صورته القبيحه في العالم وده كان موجود فيه برضه في الخبر دوت كملت الخبر ان بيقول ان سوف تصبح أرض الأرض العراقية أرضا لتوجيه هجمات إسرائيلية ضد إيران إيران التي استباحت سيناء ودخلت ضربت في عملت عمليات داخلها ودخلت الأراضي السورية ونفذت فيها عمليات ودخلت لبنان هو بيقول للكاتب أنها لا تستبعد أن تنفذ عمليات داخل العراق من أجل استهداف إيران فبالتالي هو بيتكلم بصراحة وقال كمان أن ليبرمان قال على الموضوع دوت في سبتمبر الماضي معنا صورة برضو بتقول
التصريح دوت عن نفوذتي اهوت. وزير الدفاع الاسرائيلي يرد على مواقع يشتبه انها ايرانيه في العراق. يعني بيقول لو كان في اي موقع نشتبه ان هو نووي او في صواريخ موجود في ارض العراق ليس بعيدا عن توجيه الضربات لاسرائيل. نيجي بقى ليبرمان بمناسبه السوريا. انا كده عايز اتكلم ان جامعه الدول العربيه ده اعتداء على اراضي عربيه. لا مش جامعه الدول العربيه خلاص انتهت. خلاص يعني جامعه الدول العربيه خلصت خلاص. ومفيش تنديد ولا وعيد ولا شيء. جامعه الدول العربيه خلاص تحولت الى تواليتات عامه يعني مفيش حاجه يعني خالص ومش زعلانين بتوع جامعه الدول العربيه السفراء يعني. طيب خلينا ناخد المقاومه الفلسطينيه الباسله اللي حصلت الاسبوع ده. كان في خبر بتاع الوليد ان قالوا ان الوليد بعد مرور عام من دخوله الريدز كارلتون ده الموقع اسمه جلوبس موقع اقتصادي مشهور قال ان الوليد بقى يظهر بعد سنه من ريدز ليكون يظهر تحت الاضواء مره اخرى يستخدمه بن سلمان سفيرا اقتصاديا ليحاول تجميل صورته اللي طيب. وصل لها ده نخش ليبرمان سيبك من الوليد ده الوليد تافه يعني خش في ليبرمان بقى استقاله ليبرمان بمثابه اعلان هزيمه لاسرائيل ايه بقى ده؟ ده كان في موقع الحدشوت اونلاين او القناه العاشره بتقول اتبطروت ليبرمان هي وداعات بس الصوره دي عربيه يعني في كلام عربي هبطوا حماس واسقط ليبرمان وبتاع هم قالوا ان فهمت استقاله ليبرمان انها اعلان هزيمه فهمت من العرب اوكي وبيقول كده بيقول في برشات عزه حجاجيم ات هتبطروتوشل سرها بتحون عم ولخطو سمحا بسرفات منوت شل ليبرمان يعني هم بيقولوا يعني موجة من الفرح والاحتفالات ترافقت مع إحراق علم إسرائيل وصورة ليبرمان بعدما أعلن استقالته من الائتلاف الحكومي طيب نشوف الفيديو ده صهيوني وطبعا أثار الهزيمة طبعا منتشر حتى عندهم لأن هم بيعتمدوا على قوة الردع هم كانوا ينووا أن هم يضربوا بقوة غزة وبالتالي عندما وصلت هذا الكم من الصواريخ عبرت رغم وجود القبة الحديدية فسببت إزعاج كبير جدا لإسرائيل فبالتالي اضطرت إسرائيل لوقف الحرب فدوت رجل مسن إسرائيلي بيقول بقى ملعون أبو نتنياهو على ليبرمان ما شفناش منهم خير وقاعدين يكلمون عن الردع الإسرائيلي لم يظهر أمام صواريخ المقاومة طب نشوف تقريرا مع الرجل الإسرائيلي ده ما شلومكم خبيرين ما دعكم أنا ثلاثة أيام إلى ما شفرنا ها اצבענו ביבי اצבענו ליברמן פוי נעל אבו 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 מי שהביא אותם את שתיהם אבל מה יש לנו בעיה מי יבוא במקומם לעזאזל ליברמן יזרוק אותו כבינימד נביא מישהו יותר רציני איך אמרת ליברמן ב-48 שעות אני אגיד לו להניח אם לא תשחרר את הגופות של החיילים שלנו אני אביא לך את הראש לפה חתיכת אפס אתה ליברמן תתבייש לך אני מתבייש שיש לנו שר ביטחון כמוך ואתה ביבי אתה ראש הממשלה שאני הייתי עד היום שנים על גבי שנים רדפתי אחריך הייתי מעריץ שלך של משפחת נתניהו, של אחיך. אתה עושה כזה פשלות בושה וחרפה. תתחיל לעבוד. חתיכת קבוצה של סמרטוטנים. זה מה שאתם. בושה. الواد الرجل لا بيقول لك بوشا يعني هذا العار وهذا الخزي شي الاخيخ يعني اخوه احيخه اللي انا قلت لك عليه المره فاتت اللي هي احيخه يعني اخوك امال شي الاخيخ انا بقول انا كنت وايدك كنت مناصرا لك ولعائلتك كنت بمثابه اخيك وجريت وراك كتير جدا علشان انتخبك وبعدين انت صفر ما عملتش حاجه امال ليه قلب العربي على ابوك هو الشتائم طبعا مشهور عندهم بتاعتنا الشتائم دي يعني هو الراجل ده بلاش الشتائم لا انت بلاش الشتائم انك انا النهارده يعني يعني بلاش وولايه سينا وانا وانت سوا ولو شتمت يطلع يقول لك عليك طب انت طلعت في فيلم اسرائيلي انا ليه اتحط ليه طلعت في فيلم الجزيره ايوه انا بقى ليه اتحط الجزيره عشان انا ليه اتحط ما طلعتش هما بيقولوا لا هما بيتكلموا ان احنا اتكلمنا عن اللي خرجوا من الجيش المصري ايوه ده انت وقالوا انضموا لداعش دولت ليهم موقف من الجيش ده انت هما بيقولوا لا دولت كفروا بالجيش ده انت انا ايه بقى هما بيقولوا كل الاعلاميين دول بقى بيقولوا احنا كده بنقول كده يعني انا اصلا مكفرين داعش من زمان انا كنت معاهم في السجن كانوا مكفرونا
يقولوا الناس كل نحن صوار وش سجون انا كنت اتحبس عشر سجون فهم كانوا دواعش جنبي يقول لك نزل القصر نكمل الحلقه الاسبوع الجاي نجيب حد ثاني بتاع عبري يكون ما دخلش السجن خالص طيب طيب خلينا ناخد بس عشان الوقت خلص ليبرمان برضو بيقول انسحاب التكتيكي بعد الفشل العسكري ده فيديو كوميدي هم لسه منزلينه من 4 ساعات لا عادي ده خلاص شال الوقت هذا ده شال الوقت 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 عادي ده 14 14 لا ده فيديو بيقولوا فيه انه في وحده متخصصه في هو ده اللي احنا اتكلمنا هو ده بقى بيقول ايه ده بقى قبل ما نعرضه ده كرتون ساخر من ليبرمان هو كان ليبرمان تملي كده فانجلبه قال لهم انا لو بقيت وزير حماس دي هنهيها فبقى وزير ما عملش حاجه قال لهم بس رئيس وزراء هنهيها ما عملش حاجه فهو الفيديو بيقول له خلاص هنخليك وزير هو بالفعل بقى وزير وما عملش حاجه لما وصل برضه وزير الدفاع ما عملش حاجه لغايه ما قالوا مش هعرف اعمل حاجه غير لما ابقى ربنا قالوا طب خلاص انت بقيت ربنا بقيت اله اعمل حاجه بقى اقضي على حماس قال لهم انا استقيل فهو دي تريقه يعني نشوف الفيديو ده كده وهي سخريه على ليبرمان إما يتسار بتخون كبر هايتي مخسل خماس ليبرمان אתה שר הביטחון למה אתה לא מחסל את חמאס אם הייתי ראש ממשלה כבר הייתי מחסל חמאס ליברמן אתה ראש הממשלה למה אתה לא מחסל את חמאס אם הייתי נשיא ארצות הברית יש את ראש ממשלה אפיפיור לברדור ענק דודו פרוק טאנוס אבא קרייר נבו אבוטבול המן החושים הצעיר במדינה אלוהים ליברמן בחייאת רבאק אתה לא מחסל את חמאס يعني لو بقيت رئيس امريكا لو بقيت وزير لو بقيت في لو لقيت بوب كان لو لقيت حتى كاجوال لو بقيت مغني كل الحاجات دي عملناها لك وحتى لو بقيت اله قال لهم خلاص انا مش عارف اقدر على حماس طيب هو نوع من السخريه بس بيسخروا بس ده معلن كده عندهم في التلفزيون بيعرفوا يقبضوا بيطلعوا في التلفزيون طبعا طيب عندنا لا انا دي طبعا ده اهداء للمقاومه ان هم طبعًا بالفعل طبعًا يعني رجال عملوا ضربه قاسمه لمعنويات الاسرائيليين ده حقيقي الصهاينه طيب عندنا خبر حزب اسرائيل بيتنا يكسب شعبيه بعد خساره نتنياهو في ال الغزه حرب غزه ده بقى بيقول ايه بقى هو طبعا بيتكلم على ان الحرب غزه دي معركه احزاب برضو لما انسحب ليبرمان من حكومه نتنياهو بهدف اسقاطها وقال ان الكابينت او المجموعه الامنيه لاسرائيل رفضت ان هي تستكمل الحرب قالت ان نكتفي بهذا الحجم من الخسائر فهو انسحب لانه كان عايز يكمل فلما انسحب زادت شعبيته لان بعض الاسرائيليين لقوا ان دي هزيمه لا تليق باسرائيل وهم خايفين على مستقبلهم في ظل تهديدات الصواريخ اللي وصلت مداها الى الداخل والحافله الاسرائيليه تم استهدافها فهو بيقول ان ده كان اصبح مكسب لحزب اسرائيل بيتنا الخاص بليبرمان وهو رغم في الفيديو 74 تصويت مقابل 14 يعني هو نسبه حزب اسرائيل بيتنا زادت مع فشل نتنياهو اصبح مهدد الليكود بانتخابات مبكره لكن اصبح دلوقتي نتنياهو بيبحث عن شريك اخر علشان يكمل الائتلاف ويقدر يكمل لغايه نوفمبر القادم طيب ده اللي بيخليها اسرائيل تعمل وحده بجهاز الشباك متخصصه في تجنيد العملاء واستهداف المقاومه تمام هو انا برضو حبيت اجيب هم دخولهم الى زي ما استهدفوا شهيد نور بركه نور بركه هو ده جزء كبير جدا منه من وحده متخصصه في الشباك ان هي بتعتمد على تجنيد عملاء لرصد هؤلاء القاده وركز شطح دي ركز دي وحده متخصصه في تجنيد العملاء ده بس عشان هم يجيبوا ناس يوظفوهم لصالح جهاز الامن الاسرائيلي الشباك وبالتالي يرصدوا هذه القيادات ويستهدفوها وده صوره من اعلان دعائي الشباك عن طريقه عمل هذه الوحده وبيفتخروا بيها وده احد العملاء للوحده ديت هو اسرائيلي وبيقول ان هو بيتصل بالعميل ومرتبط بهذه الوحده لوحده عمليات وبيذهب بيلتقي المصدر المفترض هو مصدر عربي في احد الحارات وبيديله قرص من المعلومات عشان يحدد مكان الهدف وبيقول هو بيلتقي معاه على قهوه بيشربوا شيشه همت وبعد كده بيتم استهداف هو ده بيمثل في الفيلم العربي الخاين اللي بيسلمه الايقونه اللي فيها المعلومات عن الحاجات دي هم دول طبعا بيردوا بيه جانب دعائي ونفسي بعد فشل موضوع نور بركة طبعا دي مات فيها قائد من وحدات الجولاني أو الوحدات الخاصة الإسرائيلية أثناء دخوله
عند نور بركة نور بركة لأخذ بعض المعلومات خاصة بصواريخ أو فمات القائد. معلومات خاصة بالمقاومة كانت موجودة لدى المقاومة، والشباب كان عايز يوصل لهذه المعلومات التي وصلت عشان يوصل قديه التكنيك اللي وصلت ليه المقاومة، ولكن فوجئ بمداهمة المقاومة وحصل طبعا اشتباك ومات فيه القائد الجولاني برتبة كبيرة طبعا. طيب لكن انا شفت فيديو لجندي اسرائيلي بيحاول يعوضه على البتاع على الحرب، فبيقول لا انا بلاش لانه هم بيحبوا الموت، هم بيتكلم على الفلسطينيين يعني لدرجة بيجرجروه على الارض، يعني بيتجر زاحفا على الارض. فيديو رهيب جدا. في احصائيات كبيره جدا بتؤكد اللي حضرتك بتقول عليه دوت، وهو لقيته يعني بيسموها الفرار من الخدمه. أيوة. او التهرب من الخدمه العسكريه، وده دي ظاهره موجوده وبيدرسوها يعني تقريبا في السنه اكتر من 5000 حاله من هذه الحالات. ايوه هو ده. بيحاول ان هو بقدر الامكان ما يروحش او يتغيب او يهرب. نشوفه مع بعض كده بكره الوقت بيعدي نشوفه مع بعض. يلا موضوع الخدمة العسكرية على بسموها منطقة غلاف غزة أو محيطة في غزة، وده طبعا زي ما بقول كده الدورية الإسرائيلية إن في بعض الجنود بيتم إرسالهم يوم الجمعة، والجمعة معروف فيها صلاة العودة اللي يقوم بها حرق الإطارات وعمل الطائرات التي تحتوي على جرينو بتاع دوت زجاجات حارقة، وبالتالي قد يتعرض لإصابات. هو بيقول أنا مش عايز أروح أخدم في الحدود، خلينا باين قوي ده، باين يا عيني ده زحف. طيب خلينا نشوف النشيد الوطني الصهيوني وكلماته، هل تحتوي على جملة الموت العرب كما يشاع؟ انت هو مترجم ولا انت هو مترجم؟ يعني نص بنتكلم على ان طيب. كان صدرت شائعات كثيره خاصه بالموضوع انه بيقول الموت العرب بتاع. نشوف كده السلام الوطني للصهاينه. شوف النجم الداود والعالم ده بلا مبالغه يعني بيحصل لي مشكله. لا انا عايز اتكلم في النقطه دي، لان طبعا اتكلمنا ان احنا بنجيب كل حلقه بعض الشيء من الثقافه والجوانب الجذور بتاعتها، بنتكلم ازاي كانت فكره لقيام هذا الكيان الصهيوني، وان النشيد دوت من 1883 ولا حاجه، يعني حاجه قبل اسرائيل بفترات طويله قبل قيام الكيان. كان هذا شعر موجود في احد الكتب وتم ترديده في جلسات مش الموطن العرب والحاجات دي، لا في مؤتمرات للصهيونيه، الى ان تم اعلان قيام الدوله واصبح هو نشيد ليها. يعني بس انت بتجيبه عشان تصحيح الخطا الشائع في على اليوتيوب انه على السوشيال ميديا انه النشيد بتاعهم في الموطن العرب والحاجات دي. وانا بتكلم برضو على الترتيب، لان هم بيروا ان الموضوع الامل وقيام الكيان ده متعدله من مؤتمرات كبيره من جدا من 1800، وإن الفكرة كانت لأديب زي مثلا تيودور هيرتزل كان رجل صحفي نمساوي بس كان عنده فكرة إقامة الكيان، وبالتالي تحققت هذه الفكرة. يعني موجود في إسرائيل أنهم الفلاسفة والأدباء يقودون هذا الكيان. أيوة. في الوقت الذي يتراجع فيه نيجي للديانة اليهودية. أنت عندك السامريون تاريخهم وأماكن تجمع، بس أنا هسأل سؤال، السامريون دول هم بتاع السامراء اللي هو بتاع العجل والحاجات دي؟ هم دول السامريون بيعتبروا أن هم الباقون من بعد تيف سيناء، وان هم كانوا حافظوا على ميراث
موسى عليه السلام. ده اللي هو السامراء العجل قال بالعجل. وسيدنا موسى مسك هارون من دقنه وقال له يا ابن أم مش عارف ايه. قال ابن أم اللي تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إن يخاف أن تقول فرقت بين إسرائيل ولم ترقب. دول أتباع لحد دلوقتي موجودين. هم موجودين وعددهم 800 وموجودين. 800 شخص بس. 800 شخص بس على مستوى العالم وهم موجودين. بس. بس فقط. وهم حتى بيقولوا نحنا لا نتبع الطائفة اليهودية الموجودة حاليا. هم بيختلفوا عننا تماما. وليهم حتى قبلتهم بتختلف. قبلتهم موجودة في جبل في منطقة نابلس. مش يعني بس عايشين في فلسطين. في فلسطين في نابلس. وعايشين وسط اليهود وعادي ما بيتنا. موجودين معهم بنفس عشان التوراة بنفس كل حاجة. مش بيعترفوا بكل التوراة ببعض بعض الأصفار العهد القديم فقط. وليه أعدادهم قليلة؟ هل من الناس للسامراء نفسه يعني؟ الناس اللي دعوتهم ما بيدخلوش حد معاهم وما بيدعوش لدينتهم. بيعتقد ان هم دي ديانة قصدك ولا دي فرع من الديانة؟ هم بيعتبروا ان هم ديانة خاصة بيهم. لكن اليهود بيعتبروا انهم جزء من اليهود لان هم بيعتمدوا على الكتاب المقدس. طب نشوف الجزء ده عن السامريين تاريخهم واماكن تجمعهم. الاهل الذين اسمحت بسكن مع عرب اسلامي دين تاعنا. هي أصغر وأقدم طائفة. أنا عندي توراة عمرها مكتوب على جلد من غزال 3560 سنة عمرها. هذا أنا منطوقة بالأعياد 3 مرات بالسنة نبارك الطائفة فيها. التوراة تطلع بتحجوا على جبل جرزيم بالسنة 3 مرات وهو عيد الفطر وعيد الحصاد وعيد العرس. تطلع من الساعة 9 بكير تطلعوا فوق زي كيف اخواننا الاسلام بالحج زي حج فوق نلبس كلنا ابيض. بس دول لابسين زي المسلمين بالظبط يعني. حتى الكبير بتاعهم لابس كأنه شيخ يعني. انت لو شفته تلاقيه شيخ مسلم. هما بيقولوا بيشتركوا في سقف النخيل وشجر الغاب. بيكلموا ان هما يعني عملوا ميكس ما بين الديانات اليهودية الإسلام والمسيحية. لكن هما بيقولوا احنا حتى الآن بنعتقد بالديانة الموسوية الأصلية. اي بس هو عارف حتى هما بيروا ان القدسية موجودة في الجبل جرزيم وليس في منطقة الهيكل قدس. السليماني لان كان في زمان منطقة بابل في مملكتين لليهودة والسامرة فهم دول بقى مملكة السامرة. لكن دلوقتي عندهم 800 ليه ما بيخلفوش بيجوزوش عندهم مشاكل يعني. يعني تعتبر هي دي الطائفة اللي ما لا تتكاثر يعني. هم عدد قليل جدا طبعا. ولا بس التربوش العثماني واللبس العثماني وكأنهم هم بيعتزوا بانفرادهم دوت وما بيدعوش لطائفتهم لحد تاني. وبيجتمعوا مع اليهود في بعض الأعياد زي عيد العرش وعيد السنة العبرية. بس الفيديو معلش أنا خدت بالي من ملاحظة ما أعرفش دي مقصودة ولا ما فيش حريم خالص ما فيش ستات. هو الحضور كله رجاله يعني. الحج ده مكتوب للرجاله بس بيعملوه للرجاله بس او ما بيجتمعوش بين الرجاله. هم ما عندهمش طائفه ما عندهمش حريم فيها يعني. لا عندهم حريم بس هم مش بيعملوا في المراسم عندهم بيفصلوا بين الستات والرجاله. يعني الست ممنوع تخرج تقريبا. حتى الحج كفريضه ما تروحهاش. مش موجوده هم عندهم حتى الحج. لان الجبل كله مليان ناس رجاله بس رجالة. اللي انا شفته شباب وكبار في السن. حتى هم بيقدسوا بعض الفاكهه الرمان والحاجات دي اللي هي بيتفقوا فيها مع اليهود. تقديس التفاح والعسل. او ايه العريشه دي اللي موجوده في كل بيت. هو عامل زي شجره فاكهه كده نوع من الثمار اليهوديه بيقدسها. ناخد الفيديو الاخير يهود الفلاشه وايه حكايتهم. يهود الفلاشه دول من اثيوبيا. هم يهود الفلاشه دي يختلف حول تاريخهم. في ناس بتقول ان هم من هجره من ايام خرج اليهود رحله خروج اليهود من مصر خرج منهم جزء الى سيناء وفي ناس هربت الى الصعيد وبالتالي دخلت الى السودان الى الحبشه وفي من يرجع تاريخهم الى مملكه سليمان اللي انتشرت على مستوى العالم كان في منها في الحبشه برضه وكان في منهم تابعين لمملكه سبأ باليمن فاختلف حول تاريخهم لكن هو اسرائيل بتستعين بيهم
ان هم يعتبروا يهود في التغيير الديموغرافي، فبياخدوا في كل فتره 3000 او 4000 من اليهود، من يهود الفلاشه دول السمر من اثيوبيا موجودين في منطقه الحبشه، في هضبه الحبشه تقريبا تحديدا يعني، ويهجروهم علشان يعملوا زياده سكانيه فيما يخص يزود على السكان الاسرائيليين يعني اليهود. وانا جبت فيديو ازاي اسرائيل بتحشدهم وطبعا وبتجهزهم قبل الهجره اليها يعني. لكن تجهزهم سياسيا ولا تجهزهم سياسيا بتعليم اللغه، وكمان حتى هي بيقولوا ان هم اكتر لا يعني اليهود اما قرائين او ربانيين. هل اليهود الفلاشه بينتموا لده او لده؟ هو الربانيين هم اغلب اليهود حاليا يعني. يعني اسرائيل لما بتجهز الاثيوبيين دول انهم يهاجروا، هل بتجهزهم برضو عقائد مذهبيا يعني؟ مذهبيا هم بيقولوا بيعترفوا باله اسرائيل يعني، بيشتركوا مع في المحتوى العام حتى في الكتب المقدسه لدى يهود الفلاشه اللي هو اله اسرائيل الاله يهوه، وهو الاله المقدس واختار بني اسرائيل ومنهم هؤلاء اللي هم اليهود الفلاشه يعني، يروا بيشتركوا في موضوع اختيار الرب واختيار الاله. لكن بوردوا صدمه كبيره جدا عندما ذهبوا الى اسرائيل انهم يعاملوا بعنصريه، ان اسرائيل يرى ان شعب الله المختار وربما الجنس الاسمر ده مش مختار من الرب شويه. ففي 2015 حصلت حادثه ان هم وجدوا ان هم بيتعاملوا بعنصريه في المجتمع الاسرائيلي، فتم الاعتداء عليهم بالضرب وعملوا مظاهره كبيره جدا، ودي كانت علامه فارقه في وجودهم في اسرائيل. لكن هم بيحلموا باليوم اللي يوصلوا بيه اسرائيل من الانتعاش الفار يعني. لكن انا كنت مع ضيوف من اليمن في حلقه من حلقات مصر النهارده، وقال ان الاثيوبيين بشكل عام لهم علاقه باليمن، لان كانت المنطقه دي في البحر الاحمر ضيقه شويه، فكان في رحلات واللغه الامهريه دي جايه من اليمن قبل اليمن، وبالتالي ممكن يكون يهود الفلاشه دول كانوا في اليمن يعني، دي الروايه الاكثر تصديقا عندي، وهاجروا او عبروا البحر الاحمر المنطقه الضيقه الى اثيوبيا. هو تاريخيا مملكه سبا اللي كانت موجوده في اليمن كانت تسمى زمان اليمن السعيد. كانت حاجه فخمه جدا يعني، كانت منها الملكه القيس كانت بتحكم اجزاء كبيره جدا من شبه الجزيره العربيه، وبتتحكم بقدر كبير من البحار والتجاره، وعلى الشق الاخر المقابل لليمن الصومال والحبشه. فقربها من اليمن ده قرب جغرافي، هو فقط يعني اللي فرق بينهم مضيق باب المندب، حاجه بسيطه، حاجه بسيطه جدا بيعدوها يعني بالمراكب، فبالتالي دي كلها كانت تتبع مملكه يعني ممكن يكون عبروا يعني. انت معايا في التقنون طبعا يكون عبروا من اليمن، في تاريخ كبير جدا ما بين اليمن طبعا وبين الاثيوبيا في ديانات، حتى الديانه واللغه وحتى ضمن اللغه الامهريه والاراميه كلهم لغات شرق. انا يمنيين كانوا معايا هنا قالوا لي الامهريه دي جزء من اللغه اليمنيه يعني. طب نشوف يهود الفلاشه وما هي حكايتهم. كان عن يهود الفلاشة هم موجودين، كانوا منغلقين على نفسهم في جبال الحبشة زي ما قلنا، هضبة الحبشة. وليفي ده كان اكتشفهم وليفي ده ما جه طبعا قال لهم دول يهود زيهم، طب هم يعرفوا يعني احنا دول سمر واحنا بيض. هاي فيديوهات اليوم دي طبعا ده التجهيز بتاعهم في المعسكرات، بيجهزوهم بقى في المعسكرات باحتفال ب70 سنة على الكيان الصهيوني، فبيبتدوا بقى يلونوا
ويعملون حاجات تخص بيه لليهود اصلا يعني عشان بيت كنيسة ده موجود شوف على قد الفقر اللي عندهم موجود في اثيوبيا والولد ده بيمثل ان هو بقى الجيل الجديد وكده ولابسين القبا ودي مع كانها دي البيت الكنيسة الفقير طبعا على قدهم وهم بيقولوا احنا بنحب اسرائيل وكاتبين بالكلام هو اسرائيل بالحروف العبرية اسرائيل بنت 70 اسرائيل بنت 70 سنة وادي ستاتهم محجبات هم ده طبعا لبس بتاع الاثيوبيين وفرحانين طبعا بانتمائهم ان هم هيروحوا في يوم من الايام لاسرائيل ده طبعا مع الصوت يعني ولكن بيروحوا هناك بيتبهدلوا يعني هم طبعا بيروحوا بس طبعا بالنسبه لهم ده بيمثلهم نقله اقتصاديه كبيره جدا لان هم في اسرائيل في شكل اكثر اقتصاديا افضل من وده إسرائيل. فيلم دعائي عاملاه اسرائيل يعني فيلم دعائي باحتفالات ب70 سنه على كيان وان كيان ده بيتكون من سمر وبيض وكلهم يهود يعني بيجمع بينهم اليهوديه لو نسمع منه صوت شويه هتلاقي فيه العيال تتكلم عبري لا بيتكلموا امهري بيغنوا كده امهري وعنده صوت ده بس الإيقاعات حلوة هو ده طبعا مصطفى هم طبعا في نهاية الفيديو بيقولوا احنا اهو الولد ده يجي يقول له بنحب اسرائيل ما تنسوناش لكن هو السؤال الطائفة دي عايشة عادي جدا في اثيوبيا مع المسلمين يعني ما فيش مشاكل بس هما طبعا في الاماكن ديت كهما طائفة يهودية بيتم تجهيزهم وبيرحلوا تقريبا كل عدة سنوات بيروح 2500 1000 فبالتالي بالنسبة لهم بيروحوا بيخدموا في الجيش وبيكون لكن بيتعاملوا وحش من المجتمع طبعا بس اقتصاديا هيكون افضل لهم كتير من الجانب اللي موجود في اثيوبيا طبعا على كل حال انا ليا صديق مغربي مسلم لكن هو بعت لي فيديو لواحدة إسرائيلية بتغني مقامات أندلسية بصعوبة يعني مقامات صعبة أوي حاجة صعبة جدا بس بتغنيها حلو جدا فسألته إيه ده قال لي دي إسرائيلية وعايشة في الأرض المحتلة مواطنة إسرائيلية يعني فقال لي إن المغاربة اليهود المغاربة في اللي كانوا في المغرب لازالت متعلقين بالمغرب وهم موجودين في الكيان الصهيوني وإنهم بيحاولوا يحافظوا على تراثهم المغربي لانهم كانوا جزء فعال من عايزين نتكلم في مره على اليهود اللي خرجوا من الدول الاسلاميه وراحوا الكيان الصهيوني ده يا ريت نعمل هو في طبعا ممكن نجيب ماده المره الجايه فيما يخص اليهود الشرقيين دول ازاي بيحافظوا على كده يعني احنا عندنا برضو اليهود المصريين هناك موجودين بيحافظوا على ليهم برضو تجمعات وبيحافظوا ان هم بيتكلموا ما زالت برضو اللغه المصريه معاهم مع بعض الفكره ما هو خلاص يعني هو طلع مصر كفران منها يعني طبعا بس هو عندهم تغني كتير جدا بالعوده الى مصر وعشق مصر اي بس هو الصحفي الزميل المغربي ده قال لي جمله قال لي بيحاولوا يعني ده نوع من المقاومه ضد الثقافات اليهوديه يعني ده في صراع مش قصدي انه بيتغنى بس حبا في البلد لا ده في صراع ما بين الطوائف دي وبعضها فالاقليات بيحاولوا يتمسكوا بتراثهم القديم حتى هما في حفلات كثيره جدا بيفرحوا بالاغاني العربيه اللي بتتعمل فيها ام كلثوم وعبد الوهاب وان هم نفسهم حتى الجيل الجديد بقى ابتدى يغني الاغاني دي حتى ان كانوا اتولدوا في اسرائيل طب ليه الصراع بقى سؤالي انا مش عشان هم بيحتفلوا انا سؤالي ليه الصراع داخل المجتمع الصهيوني ما بين الاقليات وبعضها يعني بقت صراع كانه دولي يعني لا هو المفهوم عنه ان هو ممكن يكون اسرائيلي لكن في نفس الوقت هو مش بينسى ان هو عربي وفي نفس الوقت بيدافع عن عروبته باكبر قدر يعني بيقول لهم ان اذا كنت انا موجود سياسيا انا واخدت المواطنه الاسرائيليه لكن انا جذوري شرقيه وبعتز بكده لان برضو الغربيين بيتكبروا عليهم في نوع من العلو الغربي اليهودي الغربي على اليهودي الشرقي ما اعرفش انت قريت كتاب يهود مصر للدكتور ابو الغار ولا لا يهود مصر وفي فيلم عمله شاب اسمه رمسيس عن اليهود المصريين الاثنين دول غالبا كتاب يهود مصر بتاع الاستاذ ابو الغار على حسب ما انا فاكر جايز انا غلط بس هو بيؤكد ان كل اليهود اللي خرجوا من مصر راحوا امريكا اللاتينيه او اوروبا لكن ما راحوش الكيان الصهيوني كان في محاوله كده للدفاع عن اليهود المصريين ان هم ما ساهموش في الكيان الصهيوني حتى عملها يوسف شاهين في فيلم ايه عمل يوسف شاهين هجيبه لك دلوقتي فيلم عمل كان بيلعب في اسكندريه ليه فيلم اسكندريه ليه يوسف وهبي كان بيلعب دور يهودي اللي هو ابو نجلاء فتحي او جدها
وهيهاجروا، فقال لها مش هقدر اهاجر عند الارض اللي فيها احتلال. فكان يوسف شاهين بيحاول يدافع عن اليهود اللي خرجوا من مصر انهم ما راحوش اسرائيل، والنموذج كان يوسف وهبي في الفيلم ده الاسكندريه. هل فعلا دي حقيقه ان اليهود اللي خرجوا من مصر ما راحوش كان الصهيوني، ولا في جزء راح؟ هو طبعا في جزء منهم راح وفي جزء رفض يروح، لكن في منطقه في فتره السنوات الخمسينات حصل زي فتنه كده ان اليهود المصريين بيمثلوا امتداد للصهيونيه او دوله الكيان في الفتره اللي هي بعد ثوره يوليو، وكان في كلام على طبعا فتره احتلال الصهيوني لاراضي فلسطين. طب نخليها الحلقه كامله ونعمل لها حلقه انا وانت. وفي ناس منهم رفضوا بعد التهجير رفضوا ان هم يروحوا الكيان، وراحوا يقولوا نروح اي دوله. هي دي الروايه اللي بيحاولوا بعض المثقفين المصريين انهم يصدروها لنا، ان كل اليهود اللي خرجوا من مصر ما راحوش الصهيون. ده بقول لك انا فاكر انا ما عملتش دراسه، بس فاكر ده كتاب يهود مصر لابو الغار، وفاكر ده فعلا حقيقه. في ناس كتير راحت اليونان وراحت ايطاليا، مش كله راح. ذاك اللقطه برضو من فيلم اسكندريه ليوسف شاهين عن طريق يوسف عبد. طيب على كل حال ان شاء الله نلقاك الاسبوع الجاي لو ما ولايه سينا ما تخطفكش، فنلقاك ان شاء الله باذن الله. يعني ان شاء الله في الجامعة. لا باذن الله ما فيش، نروح مع بعض باذن الله. نعم يعني نكون فوق مكاننا فوق مش انا وانت يعني. يعني انت يعني ولايه سينا هتصطادنا انا وانت مع بعض. لا بس برضه ولايه سينا يعني قطع بالرقبه، لكن مش منشار، المنشار برضه بيتعب. صح، لكن برضه نتمنى ان شاء الله ان شاء الله خير بالسلامة. نتمنى السلامة الاسبوع الجاي تكون ضيفنا ان شاء الله. ان شاء الله يا ابو بكر تكون ضيفنا. تعرف ان نجمة ابراهيم كانت ممثلة يا ولدي، كانت يهودية. انا ممكن نتكلم على اليهود في السينما واعمل لك حلقة رهيبة جدا. ده كتير ده كتير قوي. نجمة ابراهيم كانت يهودية وزمايلها يحبوها جدا. يعقوب صنوع ده أو حاجه كده. يعقوب صنوع. صنوع بس ده شامي، ده يهودي كان؟ يهودي انا عارف انه مسيحي. من اباء المسيحيه. والله؟ من اباء اليهوديه. لا في يهود كتير في السينما المصريه يعني. على كل حال بنشكرك يا ابو بكر. ان شاء الله نشوفك الاسبوع الجاي. يعني والله فرحان جدا يعني. خليك فرحان كده. بشكرك جدا يا ابو بكر، خليها في ايه الفقره خلصت، خليني انا بحب ابو بكر بحبها نلعب مع بعض. إلى أن أراكم إن شاء الله الأسبوع القادم وحلقة جديدة، قصدي بكرة أنا آسف بكرة نسيتني يا أخي، أراكم الأسبوع القادم بكرة برضو وحلقة جديدة من مصر النهاردة، تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.